دلوقتي جماعاتكم مع بيت العز مع نجوى إبراهيم برعاية البنك الأهلي المصري. بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. صباح الخير، صباح الفل، اهلا بكم. معايا انا نجوى إبراهيم واحنا في بيت العز على نجوم اف ام 100.6. والحقيقه يعني المقابله معاكم كل يوم خميس انا بقعد بستناها زي ما انتوا بتبعتوا تقولوا لي احنا بنستنى يوم الخميس، وكمان الحلقه بتتعاد يوم السبت الساعه 11 الصبح. انا برحب معايا بالمهندس الدكتور ماجد يوسف، اهلا بيك، وبرحب بكل المشاهدين والمستمعين. شوفوا بقى، في حاجة مهمة قوي جات على بالي الأسبوع ده، قلت أقول إيه الخناقات والزعل والعصبية وعدم التوفيق، يعني الناس مش متوفقة أو مش ما بقتش مسالمة كده، أحسن كده ما بقتش مسالمة، بتنكد. طيب المتهمة الوحيدة في الحكاية دي الست اللي هي دراما كوين. عمرنا ما سمعنا كينج دراما ولا الحاجات دي. الست النكدية، النكد. طيب حلو قوي قوي نشوف الموضوع بتاع النكد ده النهاردة. الستات هي النكدية، لكن أنا برضو اكتشفت وناس كتيرة معايا مش أنا لوحدي إن الرجالة برضو كائنات نكدية، هم كمان نكديين. يعني مثلا النكد بيجي من مصادر، أولا النكد بيجي من مصادر رجولية، نقطة من أول السطر. يعني مفيش ست كده لوحدها تقول أنا النهاردة هنكد، أنا لا، هي بيحصل لها حاجة. وما تقولوليش بقى أصلها هرمونات وأصل الست، والرجالة دايما يقولوا كده. كنت قاعدة في قاعدة عائلية فيها شباب وفيها رجالة وفيها ستات وفيها عواجيز و كل سنة وانتم طيبين. الأوقات اللي فاتت دي كلها كانت عائلية جدا، لكن لقيت انه كل الرجالة بيقولوا لا الراجل نكدي. يا نهار ابيض، ده انتوا رجالة وشباب ازاي بتعترفوا بمنتهى الصراحة والصدق ان الراجل نكدي؟ واحد طلع قال لي احنا في بيتنا كان مصدر النكد حبيب قلبي أبويا، اللي قال الله يرحمه واللي قال ربنا يخليه لنا، إن هو كان نكدي. هو فاكر إنه لما يدخل البيت مكشر، وهو كان لسه خبط له ضحكتين تلاتة وهقهقة على القهوة أو في الشغل، لكن يخش ضرب البوز وليه يعني هو في إيه؟ وماما تقول لنا ادخل اعدل شيل، ده بابا طالع السلم. إذن بابا اللي هو الرجل هو المصدر الأساسي زمان كان للنكد، دلوقتي المصدر الأساسي بيقولوا إنه الست. طيب الراجل لما بيخرج مع خطيبته مثلا تتعاكس او مش عارفه لابسه عامله ايه، او قالت له كلمتين او حاجه، تبص تلاقي مثلا على طول اللي عاكسها يروح بخناقه ويروح البيت يكمل الخناقه لو كانوا متجوزين. راح في الشغل مثلا اتضايق، ما المدير بتاعه شخط فيه وبص له قوي كده، قال له ايه القرف اللي انت عامله ده. يا سلام، خد كلمه القرف دي وراح بيها البيت، خدها من الشغل وراح بيها البيت، يعني خد الايه الفيروس. مش عارفه يعمل ايه، اتغلب على القهوه برضو، هو كان على القهوه ومع اصحابه وبيضحك ومبسوط، بس هو اتغلب، روح البيت لازم يغلب مراته. ايه لا لا لا، انا اعرف واحده صاحبتي جوزها كانوا هما اتنين، واحده الله يرحمها بقى والتانيه بتلعب طاولة مع جوزها، قالت اعمل له برضو جو رومانتيكي اهوجي ان انا العبه طاولة. فاول ما ابتدت تلعبه طاولة وتعلمتها كويس قوي وتقعد تتمرن عشان هي عايزة بقى تخلي قاعد في البيت، اول ما غلبته خد الطاولة رماها من الشباك
وبقى يروح بقى خلاص هي فقدت الامل. التانية اهلوية وجوزها زملكاوي اتطلقوا مرتين وبعدين هي ماتت. فالموضوع موضوع البيت ما بقاش سلمي. الاطفال بقى اللي بيطلعوا بعد كده من تربة او مكان نكدي بيطلعوا لما بيكبروا بيبقوا نكديين. ليه كده؟ ايه اللي بيخليني اقول كده واللي يخليكوا تقولوا كده؟ ان الاطفال سواء بنت او ولد بيروح المدرسة بيبقوا نكديين، يتخانق مع صاحبه، يتخانق مع زميله، يتخانق مع المدرسة، او ان هو يعذب المدرس، يعمل له اي حاجة، فبيبقى هو هجومي. إذن هو خارج من تربة خصبة للزرعة الصبار اللي مليانة شوك، فدي حاجة مش لطيفة. على المدى بقى للساعة اللي أنا هقابلكم فيها هنشوف بقى أسباب النكد وإزاي نعالجها والفرق بين نكد الراجل ونكد الست والحاجات دي كلها. فخليكم معايا على نجوم FM 100.6، وهقول لكم دلوقتي تبعتولي على الواتساب، تبعتولي 01559555006، وكمان الارضي هيبقى 38-350-22 نجوم FM 100.6. مع بيت العز مع نجوى ابراهيم برعاية البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر، على نجوم FM ونجوم FM TV. اهلا بيكم، اهلا بيكم معايا في بيت العز، كلنا قاعدين مع بعض. عايزه بس اشكر حد بعت لي ماما نجوى صوتك بيعمل لي حاله تفاؤل، وحد بعت لي برده بيقول لي ما يصحش كده، ليه كده الرجاله، خليكي عادله شويه. حاضر رجاله غلابه، حاضر حاضر. انا معايا مارك من سراي القبة. مارك استاذ نجوى حضرتك فاكراني؟ ثانيه واحده بس احط الاجهزه. مارك صباح الفل، حضرتك فاكراني يا استاذه نجوى؟ فاكراك، اتقابلنا على فكره، اتقابلنا. فاكراك ومش فاكراك؟ لا اتقابلنا في استاذ ورئيس قسم، سلمت لحضرتك في الكرفان. والله انا اساسا في الاكاديميه الدوليه علوم الاعلام اللي عندكم. اهلا وسهلا. ايوه اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا يا مارك، انت نكد يا مارك شويه. ده عشان داخل شمال كده يا ماما نجوى، انا بحبك قوي والله. ربنا يخليك، ربنا يديك الصحه ويطول في عمرك والله. أشكرك يا ماما نجوى جدا، بحبك قوي. اشكرك جدا بس جدا. انا ما حضرتش بقلص الصراحه، انا عندي 30 سنه بس. معلش انا بتوع بقلص بيبتدوا من وهم سنهم 20 بيعرفوني وبنتكلم مع بعض يعني. فانا بس كنت عايزه اقول لك. طب حضرتك عندك فيس طيب ولا؟ عندي ايه؟ فيس؟ لا ما عنديش غير ده. تمام. الفيس بتاعي انا بس، لكن انا ما عنديش ولا فيسبوك ولا انستجرام ولا انستجرام ولا دي اللي ما فيش غير الواتساب. بص يا بقى يا فندم، اللي مش عايش كده مش عايش بجد، مش هيعرف اخبار الدنيا. لا بعرف اخبار الدنيا كويس. تمام يا فندم. اليوتيوب وجوجل وكل بجد يعني. استاذ عادل يعني الله يمسيه بالخير. افندم استاذ عادل الله يمسيه بالخير ويديله الصحه. يا رب. بحبه جدا على فكره. انت اتصورت معاه في العراف؟ طب بص انا عايز اقول لك حاجه يا مارك. النهارده بنتكلم عن النكد. تمام. والشخصيه البطوليه الواخده دور البطوله في النكد هي الست. ايوه. لكن دلوقتي الراجل بعد ما عملنا شويه ابحاث وانا هجيبهم دلوقتي واقراهم، انه الراجل هو مصدر النكد. هل ده تمام يا فندم؟ تمام صح. انت قلت لي انا نكدي. ايوه شويه. صح. ايه اكتر حاجه بتنكد عليك؟ ان ماما مثلا يعني تحرمني من حاجه بحبها. ماما تحرمك من حاجه بتحبها؟ وانت عندك 30 سنه ولا وانت عندك 3 سنين؟ لا من دلوقتي يعني، قبل كده كانت بتجيب لي كل حاجه عادي يعني. انا مدلل بالنسبه لها. انت مدلل يعني لغايه دلوقتي بقى بتضايقك فانت بتتنكد. طب اقول لحضرتك معلومه، انا خريج الفريق. طب بتنكد عليها؟ انا خريج الفريق يا باشا يا فندم. قول لي. طيب وماله؟ ما الفرير ولا اي حاجه تانية دي الشخصية. انت قلت لي ان انت بتتنكد، يعني انت مامتك بتنكد عليك عشان ما بتجيبلكش الحاجات دي لغاية دلوقتي؟ عايز بقى بتحرمني بالستيشن والتلفزيون والحاجات دي، وما بتخلينيش اقرا وحاجات كده يعني. لغاية دلوقتي؟ ما مش عايز. وانت مش متجوز؟ لا لسه خالص، انا سنجل. طيب سنجل. طيب
انا ما بتكلمش ان يعني قصدك تقول ان ماما بتنكد عليك هي اللي نكديه. انا بتكلم انت بتنكد عليها شوي، بتنكد على اصحابك؟ لا، بتنكد على شغلك، على الناس في الشغل. انا كنت بشتغل سنتين وقعدت يا فندم. فانتوا الاثنين في البيت بقى انت وماما بتنكدوا على بعض شوي يعني؟ شوي شوي، لا شوية دي صوتك كده، دي مش شوية، هي زيادة شوية، زيادة حبتين. طب خليك معايا بقى واتفرج وشوف واسمع الحلقة النهاردة عن النكد، ومتهيالي هتطلع هتاخد شوية حاجات معلومات حلوة قوي قوي يا مارك. مبسوطة قوي ان انا اتكلمت معاك، يومك جميل وسعيد. الراجل بيتصرف ازاي مع النكد؟ اكتر الرجالة بيعملوا منهم من بنها. ايه من بنها دي؟ من بنها دي معناها محطة بنها هي اول محطة واقصر محطة من القاهرة، من محطة مصر. فالناس اللي من اللي هم نازلين بنها بينزلوا بنها وخلاص، يعني دقيقتين ثلاثة خمس دقايق بينزلوا، فما بيدفعوش فلوس. فطبعا اي حد تاني بيروح نازل من في بنها على اساس ان هو من بنها، يعني هو بيقول له لا انا من بنها، انا راجل من بنها نازل كمان دقيقتين، وبعدين ياخد واحده تانية او قطر تاني من بنها بقى يدفع الفلوس. فعشان كده طلعوا حاجه اسمها انت هتعمل لي فيها انك من بنها، كويس. فالراجل عموما بيتصرف مع النكد على اساس ان هو من بنها. في رجاله بقى بتاخد الموضوع ده ان هي بتحقق حاجه اسمها ستون وولينج. ستون وولينج دي اللي هي حيطة، يعني بيعمل نفسه حيطة مش من بنها بقى، حيطة لا بترد ولا بتصد، قاعد كده بيسمعها هي نازلة تك 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 وتنكد، وهو ولا هو هنا. النكد ملوش دعوة خالص بالسعادة في الجواز خالص، لكن كتره مش بقى بيجيب، يعني كتر النكد بيجيب مرض، يعني بيعدي بقى مرحلة النكد. فانت او انت لما تركزوا قوي في النكد هتأثر على مش بس النفسية طبعا، لان النفسية لما تتعب بتجيب امراض، ده definitely. طيب الراجل اللي بيريح دماغه ويعني يقول انا راجل مش ههتم بالكلام بتاع مراتي ومليش دعوة بيها خالص، واول ما يحس ان الدنيا هتنكد زي الدنيا هتمطر كده، شاف السحابة وهو داخل بيروح عامل يوتر وخارج تاني، يعني ياخد الباب في ايده ويمشي. طيب في الاعلام دلوقتي والسوشيال ميديا اللي بيقولي عليها ان انا ما عنديش الحاجات دي كلها، الاكاونتات دي ما عنديش، فمارك بيقولي يبقى انا مش هعرف حاجة في الدنيا. لا، هنعرف كويس قوي، لكن مش هنقعد نقرأ كل الهم اللي ما يتلم ده على السوشيال ميديا، ونميمة وأخبار مش مظبوطة و و و. يبقى الواحد يريح دماغه ويعمل فعلا كأنه من بنها. طيب تيجي للستات دلوقتي، تعالي كده قربي مني شوية وديني ودانك، هقولك شوية نصايح عشان ما تبقيش نكدية، كويس. نمرة واحد، انت وجوزك بلاش تحصريه بالاسئلة. تبقي يعني هو في ايه؟ عملت ايه؟ كنت فين؟ بتعمل ايه؟ كلت ايه؟ كمان لما بيتكلم تاني حاجة ما تقطعهوش، سيبيه يتكلم، خليه يتكلم. طيب تالت حاجة، لو عاوزاه يغير صفة من صفاته بلاش تحسسيه ان هو غلط وكله على بعضه غلط. لا، طب شوفي ايه هي الصلة الصفة اللي انت مش عاجباكي وقولي له عليها، يعني قولي له ان انت الصفة دي انا مش عاجباني خالص، فمن فضلك تغيرها، مش عايزاها، مش عارفة اتعامل معاك بيها، غير الصفة دي. اعملي حاجات تسعدي بيها نفسك، يعني اسعدي نفسك انت اسعدي نفسك بنفسك. لما هتكوني سعيدة هتسعدي اللي حواليكي، ما تستنيش حد هو اللي يساعدك، ما تخليش أمورك العاطفية كلها في إيد حد تاني. أنا لازم أخلي بالي على نفسي، أسعد نفسي، يعني ما استناش حد يقولي نكتة عشان أضحك،
ما ينفعش، يبقى انا هقعد طول الوقت محتاجه ان في حد يونسني ويدلعني ويسعدني ويجيب لي ما فيش. ده مش موجود دلوقتي، ده مش موجود دلوقتي. ولو طلبتيه هتبقي الطلبات مجرد ان انت بتطلبي فانت نكديه. وكمان في حاجه بقى ما تعمليش فيها ماما نجوى وتدي له نصايح لان في ناس بتبعت لي تقول لي انت بتدينا النصايح من واحنا صغننين. هي مش نصايح على فكره، هي بتبقى عارفين اللي هي بهريز التجربه الحياتيه بتاعت انسان. يعني ما اقدرش اقول ان هو ناجح 100%، لكن الاستمراريه بتاعته بتديله شهاده النجاح، وممكن تديله شهاده النجاح بتفوق او شهاده النجاح مع المرتبه، مرتبه الشرف. فانا مش بقول نصايح، انا بتكلم معاكي وبقول لك اخر حاجه بقولها لك، انك انت لو اديتيله نصيحه تاكدي ان هو مش هيسمعها، هيشغل الودنين. وربنا ادانا بق واحد وودنين، الودنين دول عشان من هنا تخرجي من الناحيه الثانيه، والبق واحد ده استعماله بيبقى اقل. احنا بنستعمل الودان كتير، بالرغم من انا ما بحبش ابدا الناس الودانيه. انا بطرطق وداني في المعلومه، بطرطق وداني، مش عارفه طرطق دي يعني ايه، بس يعني الواحد يبقى يسمع كويس قوي لما يلاقي فيه معلومه، يلاقي فيه اي نوع من انواع الثقافه او المعرفه. هي دي بس. هنشوف بقى طرق التعامل بقى للراجل بقى مع الست النكديه، تعمل فيها ايه؟ هتطلقها؟ هتهزقها؟ هتطردها من البيت او تبعتها بعث عند ماما وبابا؟ مش عارفين. ناخد فاصل ونركز، وركزوا معايا كده علشان نشوف ازاي تتعامل مع مراتك ام بوز اللي ضربه بوز، مراتك النكديه. مع بيت العز مع نجوى ابراهيم، برعاية البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر، على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. اهلا بيكم معايا مرة تانية في نجوم اف ام 100.6 وفي جوه بيت العز. بصوا بقى، انا قلت لكم ان احنا هنتكلم على ازاي طرق التعامل، ازاي تتعامل مع مراتك اذا كانت نكديه، شويه نصائح كده. نمره واحد، خليك لطيف مع مراتك مهما كانت ضربه البوزيه، خليك لطيف، لان اساسا الستات كائنات عاطفيه فعلا. ممكن تضحك عليها بكلمه حلوه، الله اول ما تشوفها بقى يعني، الله انت شكلك حلو النهارده، الله ايه اللون الجميل ده، الله تسلم ايديكي. ابتدي قول لها كلام، مش تاكل بعقلها حلاوه زي ما بيقولوا، لا طلعها من قلبك، لان الستات او ستات كتيره بتفرق معاها قوي طريقه الاداء. لو حسيت ببوادر عاصفه النكد، بص في عينيها وقول لها اي كلام حلو، وكفايه تقول لها انت حلوه النهارده، لان في رجاله يبص لها كده، انت مالك النهارده قلبه وشكلك، وايه اللي عاملاه في راسك ده، وايه اللي بتاع اللي انت حطاه، وايه ليه يعني تهد معنوياتها. خليك متعدد الادوار في حياه مراتك، بمعنى مش بس تبقى زوج وطلبات و و لا، خليك صاحبتك، ايه اخبارك، عملتي ايه، مين كلمك النهارده. يا سلام تقول لك والله صاحبتي كذا كذا وعايزه تتطلق واتخانقت مع جوزها، يا اندهش، خلي فيه دهشه. طب وبعدين، يعني حسسها ان انت عندك وقت هتسمعها. خليك كمان تبقى، ما بقولكش ان اما اجي اقولك اديها الحريه، ما بقولكش ان انت الباب مفتوح ويلا امشي انزلي ان شاء الله تيجي الساعه 9 10 بالليل، ما تقولهاش انت اتاخرتي، لا، بس حاسسها ان هي مش يقولك دخل قفص الزوجيه. طلعنا كلمه قفص دي، يعني كلمه سيئه السمعه، لا انت رايحه فين، ما تروحيش ما تجيش، سيبها
هي كفايه ان هي تقول لك والله انا رايح عند ماما النهارده، انا ايه رايك اخرج مع صحباتي بتوع المدرسه او بتوع الجامعه، ايه رايك مش عارفه، الحاجات دي كلها دي مهمه قوي قوي، ان هي تحس ان هي تقدر تاخد نفس. خلي بالك كمان ان انت تستوعب التغيير الزمني. اذا كنت انت مثلا بقالك 10 سنين، هتلاقيها مثلا في كرمشتين هنا كرمشتين هنا، شعرها مش عارفة ايه، تخنت كرشت شوية خصوصا بعد ما تخلف، ما تروحش هاجم عليها بقى انت تغيرتي خالص، لا 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 وحشيتي، ده في رجالة بتقول كده وش في وش كده على طول، ما فيش داعي، خليك لطيف. راجع بقى تصرفاتك عموما، راجعها بمنتهى الأمانة. هو أنا عملت لها إيه امبارح ونيمتها عاملة إزاي؟ ممكن تكون نايمة يا عيني بدموع عينيها. وبعدين أنت كمان عايزة أقولك إيه، في دايما نصايح إعلامية إن لا خليك قوية، لا 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 أنت تديله على دماغه، انت تاخدي لمي شنطتك وانا رايحة عند ماما، لا انا نازلة، او بعد او انت في نفس المكان قاعدة على في الكافي شوب، انا في الحتة الفلانية لما اكلمك. ازاي ما تستأذنهوش؟ الست لازم تستأذن الزوج، الزوج ده مش قاعد يعني خيال مآتة، او مش هو نمرة كده بيقدمها ان هو قايم بدور البطولة قايم بدور الزوج، لا من فضلك حبيبي انا ما وريش حاجة ومخلصة حاجتي بدري، اذا كنت مش بتشتغلي او لو كنت بتشتغلي انا هعدي اجيب شوية حاجات للبيت او حاجة لنفسي. ده يعني اصول الاتيكيت والبروتوكول في الزواج. في حاجة بقى مهمة قوي 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 عايز اقول لكم عليها، فوائد الزوجة النكدية. يا سلام، دي عايزة نظارات بقى وحاجات عشان هقرا لكم. بص، الزوجة النكدية دي انا خدت ده من بوست لطيف قوي قوي، بيحاول يفكر بره الصندوق. بيقولك الست النكدية او الزوجة النكدية بتساعد الزوج على صلة الرحم، بمعنى انه بيروح يقعد عند مامته، بيروح يقعد عند عمته عند عمه، بيمشي يروح يشوف اهله، يقولك انا اروح لايه للصدر الحناية. الست النكدية بتساعد الزوج على غض البصر، مش عاوز يحط وشه في الارض، مش عايز يشوف صنف ستات. يا ساتر، اول ما اشوف واحدة ستي انا بفتكر مراتي. طيب، الست النكدية بتساعد جوزها انه يحافظ على وزنه ويفضل رشيق وما يكرش، لانه بتسد نفسه ما بياكلش، لان المتجوز وقاعد مبسوط اي الناس تشوف وانت اتجوزت ولا ايه، ده انت تخنت قوي، لانه قاعد مستقر بياكل فطار وغدا وعشاء وازقزه طول الليل. الست النكدية بتساعد جوزها على النجاح، لانه بيفضل قاعد طول النهار وطول الليل في الشغل ما بينجح. اخيرا الست النكدية هتساعد جوزها ان هو يدخل الجنة، بمعنى ان طول النهار عمال يحاسبن عليها، حسبي الله ونعم الوكيل، يا رب انقذني، يعني بيفتكر ربنا، بيفضل على طول مع ربنا. طبعا دي حاجات على السوشيال ميديا بتبقى دمها خفيف، لكن انا حبيت ان انا انقلها لكم وضحككم معايا، لاني ضحكت جدا جدا من الحكاية دي، ان في فوائد للست النكدية والحمد لله. 0611 بتقول لي او بيقول لي الست النكدية بتجيب للراجل الحمد لله السكر والضغط بدري بدري عشان يبقى هو صغير عشان يلحق ان هو ايه يعني يتعالج. انا مريم، عندي 20 سنة، ماما نجوى 58 78، ماما نجوى انا بحبك جدا. بالنسبة للنكد، انا جوزي او خطيبي فظيع فظيع، بينكد طول النهار، ربنا يسعدك. 61 30، ما تقولوا لي اساميكم يعني، بعتي قولي لي عشان احب انا اواجه كده، اقول لي يا فلان يا فلانه. بتقول لي ربنا يسعدك يبارك في عمرك ويحفظ. دكتوره نجوى، برنامج رائع. الله، انا انبسط قوي لما بتقولوا ان الشغل الواحد بيقدمه بيبقى كويس. حبيبتي ماما نجوى، احلى صباح عليكي.
تعالوا نشوف بقى الكلام العلمي. المركز القومي للبحوث الجنائية بيحسم الجدل، الراجل كمان مسؤول عن النكد، يعني مش بس مش موضوع الست، الست مش هي النكدية بس. كل الناس طبعا بتخاف ان هي ترتبط بزوجة نكدية، بيحملوها لانه بيحملوها مسؤولية فشل العلاقات. والمركز بقى القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بيقول ان الراجل المدلع او ابن امه بيكون سبب مشاكل كتيرة جدا لمراته، وبيبقى فعلا في الاخر بيبقى هو اللي نكدي. البخل العاطفي من الراجل برضو، ده برضو مفهوم علمي وده حقيقي. الزوج بقى كمان بيقولوا ان الزوج اللي بيعتبر ان الجواز عبارة عن معركة حربية بين طرفين، وهو لازم هو اللي يكون المنتصر. طب ليه ما تبقاش انت الفائز النهاردة وبكرة زي خلي روحك رياضية، يعني حرام يعني في الروح الزوجية زي الروح الرياضية برضه. لو الأب كان بيربي البنت على الضرب والإهمال هتكبر حاسة بالكبت وعدم الثقة، وده هيخليها زوجة غير سوية. ونفس الحكاية هو الراجل نفس الحكاية. طيب احنا قلنا الراجل المدلع، انا خدت بقى كلمة الراجل المدلع في بيته اللي هو ابن امه او حبيب امه، هو مصدر النكد الدائم في كل حاجة، من اول الاكل لغاية الشكل لغاية الطريقة لغاية البودي لانجويج لغاية اللي هي لغة الجسد لغاية طريقة اللبس، هو عاوزها نسخة من ماما اللي مدلعاه اللي هو بيحبها. فخلي بالك ان انت تحاولي تدرسي شخصية مامته، ايوة شخصية مامته ادرسيها كويس قوي، وشوفيها بتتحرك ازاي، بتتكلم ازاي، بتستعمل ايديها ازاي، ازاي يعني. خليكي دايما حاولي تتشبهي بمامته، ما تتشبهيش بأي فنانة تانية انت مبسوطة بيها، اتخلي القدوة بتاعتك مامته لانه هو بيحب مامته ولا يمكن هيكرهها. ابن امه ده حاجة قبل ما ناخد الفاصل عايز اقولك، اللي بيحب امه يبقى هيحبك، اللي بيحافظ على امه واهله يبقى هيحافظ عليكي وعلى اولادك. الراجل ما تفرحيش بالراجل اللي هو يقولك لا 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 ماليش دعوة بقى، ولا شوف امي ولا ابويا ولا نروح، احنا قاعدين في بيتنا وكافينا وقافلين باب علينا، ده مش حلو. ما تفرحيش قوي ان هو قاعد ملوش اي خالص فروح في اي حتة عائلية. هناخد فصل صغنطوت ونخش تاني نتكلم كلمتين قبل ما اقول لكم الى اللقاء. بيت العز مع نجوى ابراهيم برعاية البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. اهلا بيكم معايا مره تانية في نجوم اف ام 100.6 وبرنامج بيت العز. في دراسه بقى جاده جدا بتقول ان الزوجه النكديه صحتها احسن من الزوجه المطيعه. يا نهار ابيض، انا هقول لكم ايه الملخص. الواحد لما بيحط في نفسه زي ما بيقولوا ويكتم بيمرض، وممكن مش بس بيمرض، ممكن قلبه بينكسر. البنات الصغيرين بيخشوا دلوقتي المودرن يبقى عندهم اصحاب، فبيخشوا في علاقات كتير فبيكسروا، بيزعلوا يعني، اقصد اقول ان هم بيزعلوا، بيجي لهم كسره زي كسره النفس كسره قلب. صحيح هم ما بيبانش عليهم قوي لان هم اقل حاجه يعيطوا، يعني لو هي ما فتحتش برطمان المربى بتعيط، فما ينفعش. في حد بعت لي لطيف قوي، نمره 01955 في الاخر، بيقول يا ماما نجوى انا هقول لحضرتك سبب اخر نكوده صغننه من مراتي امبارح. والده واحده صاحبتها بتقول لها بهزار، هو جوزك ما بيلعبش بديله؟ هو ايه حكايه ديله دي؟ هو الرجاله ليها ديل؟ مش فاهمه. فبيقول رجعت من عندها مصممه ان انا بلعب بديلي، والست دي تعرف حاجه وكانت موقعه.
يا حرام، الله يكون في عونك، الله يكون في عون. يا جماعة حافظوا، حافظوا على صحتكم وحافظوا على ودانكم، ما تسمعوش أي حاجة تمشيكوا كده. طيب الزوجة اللي هي صحتها كويسة دي، إن هي بتفش غلها، تبوز، تزعق، هو أنت كنت فين لغاية دلوقتي؟ هو أنت ما جبت ليش وما عملت ليش وما سويت ليش؟ هو 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 الصوت، درجة الصوت لما بتعلى شوية دي بتاخد مجهود طبعا نفسي ومجهود عضلي، فبص لقوا هي بتفضفض. وانا بشوف انه كمان مش بس الزعيق، انا ما بحبش الزعيق، ما بحبش الست اللي صوتها عالي، انا بحب ان الواحد ممكن دموعه تنزل. انا ما بتضايق الاقي نفسي عيط، وعيط ايه بقى؟ لازم اضحكوا، بما ان في نجوم اف ام 100.6 على كيفكم، من كتر ما بقت على كيفكم بقى في تلفزيون، اللي شايفيني على التلفزيون بعيط وادعك في عينيا وديها بقى عياط ودعك في عينيا لما عينيا تبقى قد كده وحمرة، بعيط لما الاقي حاجه بتضايقني. لكن ما بحبش ابدا انه الواحد يبقى شكله يروح ناحيه الرجاله، يعني ناحيه ان هو يبقى شكله رجولي، اللي هو الصوت العالي وكلمه بكلمه وراي براي. احسن حاجه فيش غلك، هاتيلك طبق كده زي عارفين اليونانيين، اليونان يكسروا طبق ويكسروا، هاتيلك كوبايه رخيصه شويه واكسريها، وبعدين بقى عودي كنوسي ولمي بقى الازاز ولمي واعملي. في الاخر خالص احب اقول لكم ان موضوع النكد ده موضوع اللي هي متهمه بيه الست، لا الست بتنكد، الراجل بينكد، الشباب بينكد، الأطفال بينكدوا، كل واحد بيروح ينكد في موقعه. يعني الناس اللي ساكنة في بيت العز العيلة دي كلهم بقوا منكديين، نقعد بقى كل واحد يقعد مع نفسه ويشوف أنا ليه كده، أنا ليه كشر وليه نكدي، ونحاول إن احنا مش بس الصلاة هي اللي بتزبطنا، والمفروض ان هي تظبطنا. انت 5 مرات بتبقى واقف بين ايدين ربنا، المفروض ان انت يعني كده في يعني خلاص صيانة، واحنا كلمنا قبل كده في حلقة عن الصيانة ان انت تكون توب. فانا ارجو انه يعني في الاخر هقول رأيي المتحيز، ان الست المصرية شايلة على كتافها هم كبير قوي قوي، لكن ما اقدرش اقول لها نكدي، وما اقدرش اقول لها سيب البيت، وما اقدرش اقول لها هزقي جوزك، ما ينفعش. البيت محتاج راجل وست، البيت مش محتاج ابدا 2 رجالة او 2 ستات، لازم كل واحد يقوم بدوره حتى دوره النفسي. اذا انت زعلان هي تشيلك، اذا هي زعلت انت تشيلها، مش تشيلها يعني. عموما السعادة زي القفة ودنين، كل واحد يشيل شوية علشان يبقى فيه سعادة. مش بيقولوا كده برضو القفة مودنين يشيلوها 2؟ انا حمثل ان القفة دي فيها حاجة، فانتوا الاتنين تحاولوا ان انتوا تقربوا من بعض، لان موضوع الطلاق الفوري السريع انتشرت جدا جدا. ان شاء الله ربنا يسعدكم، وان شاء الله دايما بيت العز مفتوح بحسك وبحسها وبحس اولادكم، وان شاء الله اشوفكم على خير كل يوم خميس من الساعة 1 للساعة 2 على نجوم اف ام 100.6. بنعيد تاني البرنامج الحلقة يوم السبت الساعة 11 الصبح. كنتم مع بيت العز مع نجوى ابراهيم، برعاية البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر، على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.